إن قضية مواقع التواصل الاجتماعي قضية حديثة، ولكن قد أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن في آخر الزمان فتنة ستدخل كل بيت من بيوت العرب. والفتنة هي قلب الحقائق، يعني تقليب الأمور والأحوال، وكذلك نشر الكذب والباطل في الناس حتى يصبح الحق باطلا والباطل حقا. إذن فالإنترنت فتنة، لأن سلبيته أكثر من إيجابيته، والشر فيه يغلب على الخير، حيث لا يميز فيه المسلم من كلام الناس الحق من الباطل تمييزا واضحا. السؤال الذي يطرح هنا: كيف يكون العلم نافعا إذا أخذ من مصدر يختلط فيه الحق بالباطل والمعروف بالمنكر، مع العلم أنه إذا اختلط شيء بضده يبطل ضره نفعه؟